الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف توفي هذا الجمعة عن عمر يناهز 78 عاما بعد إصابته بجلطة دماغية. وكان الرئيس الأوزبكي والذي قاد أوزبكستان منذ أكثر من ربع قرن كان قد نقل إلى المستشفى يوم السبت الماضي إثر نزيف حاد. الحكومة الأوزبكية أكدت وفاة الرئيس إسلام كاريموف بعدما تضاربت الأنباء حول حالته الصحية. وقد أفادت وسائل إعلامية أن الرئيس الأوزبكي إسلام كاريموف سيدفن غدا في سمرقند.